اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار. النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. كابتن عادل ازي حضرتك؟ كابتن اسلام اهلا بيك. النجم الكبير كابتن ماهر امام. اهلا كابتن اسلام اهلا بيك. كابتن النجم الكبير كابتن محمد حشيش مكباتي. ازيك عامل ايه؟ الله يخليك يا كابتن. الحمد لله. خليني ابدا مع حضرتك النهارده كابتن عادل بالتصريحات الصحفيه الصادره من الكابتن محمود الخطيب وانه بيضع الجميع امام مسؤوليه. ايه رايك فيها؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لازم نقول للكابتن الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ترجع بألف سلامة، وبنتمنى إن الثلاث أربع أسابيع دول يعني يبقى في راحة كاملة بحيث إنه يعني نمنع التليفون ونمنع مفاتيح العربية، بحيث إنك أنت الثلاث أيام الثلاث أسابيع تبقى قاعد كده في راحة، علشان من غير صحة ما يبقاش في شغل وما يبقاش في نتائج. بالنسبة للبيان طبعا في تسريبات كانت بتقول ان ماتش الاهلي والزمالك هيتلعب في نهاية الدوري الاولاني. هو مش بيان يا كابتن، لو بيان بيبقى صادر، لكن ده تصريحات صحفية. انا بقول تسريبات صحفية. يعني مش بيان طبعا لا. لان طبعا النادي الاهلي، هو المشكلة ان النادي الاهلي ليه طلبات معينة من لجنة انضباط، من العدالة، في الفار، في كل الحاجات اللي النادي الاهلي كان طالبها، وما فيش اي مسؤول بيطلع يدي لك المعلومه من لجنه انضباط، من الفار، من الحاجات دي كلها ما اتعملتش. رابطه الانديه، كل الحاجات اللي النادي الاهلي كان طالبها مفيش حاجه اتعملت. فالبيان ده مع وجود الراجل الوزير المسؤول عن الشباب والرياضه، واللي يعني بنحييه جدا لانه هذا الكم من الدبلوماسيه، من التواضع، من تقدير الناس اللي بيروح للكابتن حد بيته في علشان الاصابه، ويبقى فيه اهتمام بالنادي الاهلي، لان النادي الاهلي طبعا كلنا عارفين مدى قيمته بالنسبه للعالم العربي والافريقي والعالمي. البيان طبعا ما فيش شك انه اسلج صدور جمهور النادي الاهلي. ليه؟ لان اللي كان عايز يتفرد على النادي الاهلي مش هيحصل. والتاكيد ان الفتره اللي جايه الوقفه اللي حصلت ديت معناها ايه؟ معناها ان انا مش هلعب ماتش الزمالك الا في البدايه، وبرضه بالتنسيق مع الامن. الفار، اللجان اللي موجوده في الاتحاد واللي هي غير مفعله، انا لما اشتكي مره واثنين وثلاثه محدش بيرد عليا، معناها ايه؟ لا، لازم اللجان دي تتفعل علشان اللي يغلط يتحاسب، لازم يبقى في لائحه. الرابطه بتاعت الانديه، انا ما اعرفش الاستاذ عمرو الجنايني، انا مش عارف، يعني احنا في حلقات مع حضرتك يا كابتن اسلام وقلنا في 13 14 بند، الناس دول جايين ومش هينتخبوا تاني وجايين لفتره، المفروض بيعملوا انجاز بيكتب لهم في تاريخهم. يعني انا بساله سؤال، رابطه الانديه ليه ما بتتعملش؟ ايه المشكله فيها؟ يعني ايام الاخ ثروت سويلم بعت للانديه عشان يرشحوا المندوبين بتوعها، وقفت ليه؟ هو انت اللي عايز تدير الدوري ليه؟ ما تسيب الدوري لل 18 نادي هم اللي يديروا. فدي كلها اسئله طبعا يعني المفروض يبقى ليها اجابه. انما البيان الحقيقه ال 12 النقطه اللي الكابتن الخطيب اسردهم في البيان، تصريحات او التصريحات، بيان او تصريح، مش هو البيان زي تصريح ولا لا؟ البيان بيبقى البيان يعني ال 12 نقطه كلهم نقط بتتقال مع الوزير المسؤول عن الشباب والرياضه، اللي مكلف انه حق النادي الاهلي بيرجعه من خلال اتحاد الكوره ومن خلال الامن في مصر، علشان النادي الاهلي ياخد حقوقه، لان هناك تجاوزات زادت عن الحد، وانا كمؤدب، كراجل مؤدب او كنادي مؤدب، ما اقدرش ان انا اتعدى الحدود دي، لان انا كل الناس عارفين النادي الاهلي في مقاومات معينه في المبادئ والسلوك والاخلاقيات انا لا يمكن هتعداها، لان انا بحترم جمهوري وبحترم شعبي، وعارف ان انا نادي محترم لا يمكن ابدا ان انا هتلفظ او ان انا هرد على حد بيسيء لكيان او لشخص رئيس النادي الاهلي. تمام. كابتن ماهر، رايك في التصريحات الصحفيه اللي صدرت من كابتن خطيب النهارده؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الف سلامه للكابتن محمود الخطيب، ونتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل. كانت مبادرة جميلة جدا من كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته بوجود وزير الشباب والرياضة. التصريحات اللي تمت من خلال ال 12
نقطة من خلال التصريحات كانت كلها واضحة ان النادي الاهلي بيدور على المصلحة العامة للكرة المصرية. النادي الاهلي طول عمره مؤسسة كبيرة بيتضرب بها المثل في عالم الرياضة، وقلنا من ضمن المؤسسات يعني اللي بتعمل مسار وشكل واداء ومبادئ وقيم واخلاق للنادي الاهلي، مؤسسه ليها انجازاتها، ليها تاريخها، ليها وضعها الاجتماعي في العالم العربي والشرق الاوسط. انا شايف طبعا الفتره اللي فاتت يمكن في يعني بعض التسريبات وبعض الاقاويل، لكن وجود وزير الشباب والرياضه مع مجلس اداره النادي الاهلي وتكمله مع اتحاد الكوره، ان شاء الله بنوصل للمسار وبنوصل للنقاط السليمه خلال الفترة القادمة. عندنا توقف للمنتخب الأولمبي، بعد التوقف المنتخب الأولمبي بالقعدة اللي عادها كابتن محمود الخطيب مع وزير الشباب والرياضة، أكيد مع الأمن، مع اتحاد الكورة، أنا شايف إن الأمور كلها بإذن الله هترجع لمسارها الطبيعي، وهيبدأ الحاجات اللي كانت فيها بعض الخلافات هتتحط في الوضع المناسب بالنسبة لمباراة القمة او حتى بالنسبه للاسبوع اللي هو اتاجل. عايز اقول اسلام ان حان الوقت بقى ان احنا يعني نستفاد من اخطاء السابقه. النادي الاهلي طول عمره مدرسه، طول عمره مؤسسه كبيره بتعلم الاخرين، الناس بتلجا للنادي الاهلي في جميع اللوائح اذا كانت الاداريه او الفنيه. فكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته انا شايف المصلحه العامه للنادي الاهلي، بحييهم على هذه المصلحة وعلى التماسك والتكاتف في إصلاح مسار الكرة المصرية. فنتمنى إن شاء الله بإذن الله بعد توقف المنتخب الأولمبي أن النقط تتحط على الحروف، وكل الحاجات اللي كان فيها بعض السلبيات تتحط في مكانها الطبيعي، عشان يهمنا جدا دوري قوي، مسابقة قوية، منتخبات قوية، أداء للنادي الأهلي إن شاء الله في الخمس بطولات. نتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة. جمهور النادي الأهلي طبعا اللي بيثق في مجلس إدارته بشكل كبير جدا يبقى عنده ثقة إن المؤسسة اللي وراه بتجيب له حقه وتحطه في الوضع المناسب. كابتن حشيش هاخد رأيك طبعا، ولكن برضو عايز أسأل حضرتك، يعني هل في بلد في الدنيا ممكن تبدأ دوري من غير ما يبقى عندها لوائح؟ أو أنا يعني انا كنادي اهلي مش عارف اللائحه فين، ما تبعتليش لائحه، ما جاليش لائحه تقول لي مثلا اسلام انت لو جبت القلم ده من هنا لهنا او غيرت لعيب في الدقيقه فوق مثلا يعني هيتخصم منك قد كده او هيحصل معاك كذا او كذا او كذا. طبعا ما ينفعش، يعني دي اول حاجه المفروض اللجنه الخماسيه اول ما مسكت لازم تعملها، لان هم اهم حاجه دورهم الاساسي هو اجراء الاكبر مسابقه في الكرة، وهي مسابقة الدوري العام. مفيش أي حاجة بتتعمل في الدنيا من غير ما يكون لها أساس، لائحة ونظام مسابقة بتوزع على جميع الأندية، يلتزم بيه الأندية ويلتزم بيه في نفس الوقت الاتحاد. وهو ده الكلام اللي الكابتن خطيب قال عليه طبعا بعد ما شاف طبعا اهتمام الأمن والقيادات الأمنية طبعا ووزير الشباب والرياضة إنه يروح لغات البيت وكده ويوضحوا له طبعا الامور اللي كان يعني الجمهور كله بتاع النادي الاهلي كان نفسه الامور تتضح، لان كان في ملابسات كثيره حاصله وكان في كلام رايح وجاي، فمهم قوي انها كانت تتوضح الحاجات دي. طبعا الكلام او تصريحات الكابتن الخطيب اللي عملها هي اول حاجه هي لصالح البلد وتاكيد على مصلحه البلد، وفايده اول حاجه ما بتيجي على اتحاد الكوره قبل الانديه، لان اتحاد الكوره لو التزم بيها هينجح، وبالتالي الدوري بطوله الدوري هتنجح اللي هي اهم بطوله في مصر. ما ينفعش طبعا ان البطوله تبدا تنجح من جميع الجوانب التنظيميه والفنيه والتسويقيه وكل شيء. الف ب نجاح مسابقه هي انتظام الجدول بتاعها، ده الف ب اول حاجه. لو ابتديت ان انت تلعب بقى في الماتشات والكلام ده هتبتدي بقى ايه الميزان هيختلف، لان هتيجي على حساب نادي على حساب نادي تاني من حيث التاجيلات، من حيث كمان مهما قلت بقى ومهما تعبت مهما ده طلع دافع ومهما ده طلع هي في الاخر زي اللي حصل، اجيب الاسبوع الخامس بقى اجيبه على الرابع ولاعب مش عارف مين واجل مين وبتاع. لو سبت منفذ من البدايه لحاجه زي دي
الباقي كله هيبوظ. تاني حاجة ويمكن برضو من ضمن التصريحات بتاع كابتن الخطيب هي أهم حاجة كمان تفعيل اللجان اللي بتاع الاتحاد الكرة الانضباط دي مهمة جدا جدا. لجنة الانضباط دي مش ان انت بتشتكي لعيب او لعيب عمل مشكلة او لا، ده حتى رؤساء مجالس الادارات لما يحصل اي تجاوز من اي حد لازم الاتحاد يكون له موقف في الموضوع ده، لان الاتحاد الكرة هو المنوط بالمسابقة كلها بما فيها بقى الأندية والرؤساء مجالس الإدارات وأي حد ينتمي لأي نادي بيعمل غلط بيفعل لجنة الانضباط على طول. فدي برضو من ضمن الحاجات. تاني حاجة برضو لازم اتحاد الكرة يسعى جاهدا في ان هو يرجع تاني الجمهور للملاعب ويكون له دور كبير مع الجهات الأمنية، مش الأندية بس، لا ده الاتحاد الكرة، لان حضور عنصر أساسي من عناصر اللعبة او من عناصر اللي موجوده لانجاح الدوري العام او البطوله هي الجمهور، لان الجمهور ده مترتب عليه حاجات بالنسبه للراعي بتاع البطوله والمباريات والايرادات والحاجات دي كلها. فلازم اتحاد الكره يكون له دور كبير جدا في انه يعني يهتم مع القيادات الامنيه، مش الانديه اللي تدخل زي ما سمعنا التصريح من التصريحات بعد كده كل نادي هو اللي يجيب الموافقه الامنيه بتاع الماتشات. ده طبعا كان كلام اي كلام طبعا بيتقال يعني تمام تمام الحمد لله. انما اللي انا شايفه من التصريحات كلها تصريحات طبعا موفقه من الكابتن خطيب في جميع الاتجاهات، كذلك كلها اسلام بتصب في عناصر اللعبه وعناصر المكونه للمسابقه او البطوله، يعني من ضمنها برضو دعم الحكام، لازم يبقى في دعم للحكام عشان الحكام يعني ده عنصر برضو اساسي يا كابتن عادل يا كابتن ماهر من اللعبه. بيحصل مشاكل زي ما شفنا السنين اللي فاتت، بتحصل مشاكل كثيره جدا جدا من بسبب الحكام، ماتش فرقه بتخسر فرقه بتكسب فرقه بتاخد ضربه جزاء، فبرضه بتعمل قلق وبتعمل توتر. مع عدم تفعيل بقى لجنه الانضباط ما شفناش عقوبات كبيره وحاسمه بتحصل على العناصر اللي موجوده في الملعب سواء لعيبه اداري اجهزة فنية، كذلك الحكام ما شفناش عقوبات بتحصل، فبالتالي العملية دخلت في مسار يعني كان صعب او السنة اللي فاتت. كل الكلام اللي قاله كابتن خطيب هو يدور في انجاح البطولة الاساسية اللي هي بطولة الدوري اللي هي وجهة اتحاد الكورة. فانا شايف طبعا يعني ان هي كلها تصريحات موفقة جدا بالنسبة للكابتن، وان شاء الله باذن الله يعني جميع العناصر بقى تتكاتف. احنا بنقول على كمان مباراه القمه، كابتن الخطيب طالب برضو ان مباراه القمه تحدد بالاتفاق طبعا مع الجهات الامنيه ان يبقى في وقت مناسب الجهات الامنيه والطرفي اللقاء، يعني بالظبط منطقي جدا زي برضو مع الاتحاد طبعا الاساسي زي برضو اسلام. ما هو مش منطقي ان انت بتاجل مباراه قمه بين اهلي وزمالك والطرف صاحب المباراه اللي هو النادي الاهلي بتختاره قبلها ب 10 دقائق ان مباراه قمه، لان دي لها تجهيزات ولها حاجات كتيره جدا في نص الليل 10 من يعني طب ايه الداعي لحاجه زي كده؟ وبتسيب كمان تصريحات من ناس ثانيه بتتكلم باسم الامن، مفيش حد يتكلم باسم الامن، هو الامن هو اللي بيتكلم باسمه، هو اتحاد الكوره بيتكلم باسم الامن ان المباراه دي اتاجلت نتيجه للدواعي الامنيه. مفيش اي ممنوع ان اي حد ثاني يطلع يتكلم باسم الامن ويبقى في عقوبات لحاجه زي كده. كل الكلام ده ان شاء الله باذن الله يتفعل، وده هيصب ان شاء الله في مصلحه الكوره واتحاد الكوره. في الوقت اللي يا كابتن عادل بيتظلم فيه النادي الاهلي خلال الفتره السابقه من التحكيم و تمام يعني بتحصل بعض الامور الخاطئه في مباريات كثيره سواء للنادي الاهلي او ضد النادي الاهلي او في انديه اخرى منافسه، ولكن النهارده الكابتن في تصريحاته هو بيتكلم على ان دعم الحكام المصريين وتطوير مستواهم الفني من خلال برامج المعسكرات ان هم يحصلوا على مقابل مادي جيد جدا جدا بما يتناسب مع المجهود اللي بيبذلوه سواء فنيا او نفسيا. اعتقد ان ده شيء مهم برضه. في نقطه لفتت نظري قبل اجابه سؤالك انه الكابتن بيناشد الجماهير كلها ان تساند المنتخب الاولمبي وتساند المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول. لا انا بقول لك يعني حته الجماهير دي هتبقى برضه ان النادي الاهلي بيقف ورا المنتخبات الوطنيه من لعيبه من جماهير بكل حاجه. بالنسبه للحكام تطوير الحكام كنت بتمنى ان الكابتن جمال
بمجرد تعيينه يقول هو هيعمل ايه. يبقى زي ما انت بتقول عايز لائحة علشان اي نادي هو بيبتدي الموسم بتاعه، اللائحة دي بتقول ان انا في عقوبات، المسابقة بتبتدي يوم كذا تنتهي يوم كذا، ما فيش تأجيلات الا في الحاجات اللي هي فيها لا قدر الله فيها كوارث او الى اخره. تطوير التحكيم كنت اتمنى كابتن جمال كلنا واقفين معاه وكلنا بنسانده سواء هو وغيره. يعني كابتن لنا جمال الحقيقه ابتدى برضه يعمل حاجه كانت كويسه جدا وفي نفس الوقت كانت غريبه جدا بالنسبه لي. حكم الخامس والسادس والحكام اللي اتلغت. لا لا بالعكس انا سعيد بالحكام. انا بقول لك حاجه كويسه ليها. لا كابتن جمال عمل حاجه كويسه جدا، هي كانت مسار استغراب اكتر من اي حاجه ثانيه، ان هو اعلن او لجنه الحكام اعلنت حكام مباراه الاهلي والجونه قبلها بخمس ايام. اعتقد ان دي لاول مره في يعني مش عايز ابقى اكون عشان اكون دقيق ما اعرفش هي اول مره تحصل ان اول مره يتم الاعلان اول مره طبعًا. يتم الاعلان عن مباراه الوقت الكبير ده ليه بقى علشان يقول لك ان الماتش ده يبقى حاجه جديده بقى خلال الفتره اللي جايه احنا نشوف الحكام قبل لا لا المردود يعني. المردود يا كابتن اسلام انه بيقول ان الماتش النادي الاهلي لا انت كلامك مش هيمشي علينا، لا الماتش مش هيتاجل وهتلعب. لا ما احنا مش عايزين نخش في النقط. لا عايزين خلينا صراحه بقى يعني خمس ايام يعني احنا هنفضل نجامل لحد امتى؟ انا خمس ايام معناها ايه يا كابتن؟ معناها ان انت كلامك اللي انت ال الورقه اللي انت بعتها لاتحاد الكوره ان انت بتقول مش هلعب الا ماتش الزمالك في البدايه كان الغرض منها ان انا بقول لك لا الماتش مش هيتاجل. فلما النادي الاهلي عمل بيان وصمم على 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 كلامه ايه اللي حصل؟ السيد الوزير المحترم راح للكابتن الخطيب ومجلس الاداره موجود وكلام النادي الاهلي ماشي. هل كابتن جمال لما عين الحكام قبلها بخمس ايام ايه اللي حصل؟ لا كابتن معلش بعد اذنك انا بس النقطه دي مهمه جدا لانه فضل. كلام النادي الاهلي دائما النادي الاهلي احنا زي ما قلنا في بدايه كلامنا النادي الاهلي فوق الجميع ولكن تظل مصر دائما هي الاعلى وهي التي تحتضنه والكلام ده كله، لكن اللي احنا عايزين نقوله ان النادي الاهلي كلامه في الحق مشي. بمعنى ايه؟ بمعنى ما انا ده اللي بقوله يا كابتن ان يعني هو طالب ببعض الحقوق ان يتم تسويتها خلال الفتره السابقه وخلال الفتره القادمه، ده من قبل كاس الامم الافريقيه لو حضرتك تتذكر الاولى، وبالتالي الكلام ده كله النادي الاهلي مش بيطالب بحقه بس، ده بيطالب بحقه وبحق كل الانديه المصريه اللي كانت متواجده، وبالتالي فهو الموضوع مش مساله مين كسب مين ولا مين عمل مين، لا الكلام ده كلام بعيد عن يعني ده ممكن انا عارف حضرتك تقصد ايه بس انا بقول للجمهور يعني انا مش بقول لحضرتك انا بقول للجمهور انا عارف ان 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 يعني مين كسب مين ومين عمل مين والكلام ده كله كلام ما بيبقاش دايما في دماغ المسؤولين يا جماعه، اللي بيبقى دايما في دماغ المسؤولين ان احنا نحاول نعلي اسم مصر عاليا المصلحه العامه او المصلحه العامه، وثانيا ان اسم النادي الاهلي يكون موجود في كل الامور وحق النادي الاهلي يبقى موجود، هو ده اللي احنا دايما بندور عليه. اللي عايز يكسبنا في ملعب اخضر، اللي عايز يكسبنا من خلاله مش من بره الملعب. احنا دايما طول عمر النادي الاهلي الفارق ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني الملعب، النادي الاهلي دايما جوه الملعب بيشتغل. شوف يا كابتن النادي الاهلي من خلال البيان لما بيقول انتظام مسابقه، هل ده للنادي الاهلي ولا للناس الكره المصريه؟ لما بيقول الفار، لما بيقول اللائحه، هل ده للنادي الاهلي؟ لما بيقول الجمهور يساند المنتخب الاولمبي والمنتخب القومي، هل ده للنادي الاهلي؟ النادي الاهلي دايما الاب الشرعي والاب الكبير قوي للعيله الكرويه، بيقول حاجات كلها لصالح كل الانديه. لما بنقول نطلب رابطه معناها ايه؟ معناها ان الرابطه تيجي علشان رابطه الانديه انها تدير وتخلي الاتحاد يتفرغ للمنتخبات. معنى ان انا كرئيس لجنه الحكام وانا جاي بقول النظام انا هطور من التحكيم وهعمل 1 2 3 4، انا علشان ارفع الحرج عن نفسي انا بستعين بخبير من الاتحاد الانجليزي او الاتحاد الاسباني هيجي مش هيشتغل فني، هيشتغل تطوير زي ما بتشوف في السعوديه. الراجل اللي ماسك تطوير الحكام هو اللي كان ماسك التطوير في الفيفا على مستوى العالم، هو اللي بيشغل في السعوديه دلوقتي. شوف الدوري السعودي ماشي ازاي، التحكيم فيه ايه، بعد ما كانت بيبقى فيه حاجات طبعا يعني حاجات صعبه جدا. فكان زي ما كابتن سمير لما كان بيجي مع حضرتك كان بيقول ايه، انا هعمل كذا واللجنه هتعمل كذا واللي هيبقى اللي هيشتغلوا في الدوري الممتاز كذا حكم، في الدوري الممتاز به كذا، وبعدين هطور وهعمل كذا، والفار لما يخش هعمل كذا. يعني
يعني انا جاي بشتغل في حته لازم ابقى اقول للناس اللي شغالين في المهنه واللي شغالين في الوسط الرياضي والجمهور كله يبقى عارف ان انا كجمال غندور انا جاي علشان هعمل 1 2 3 4. لما هعمل 1 2 3 4 انت عملتهم ولا ما عملتهمش بعد سنتين او ثلاثه؟ يبقى انا ضميري قدام ربنا وقدام الجماهير وقدام الناس كلها انما انا قلت هعمل 1 2 3 4 انا الحمد لله انجزتهم. يبقى لما كابتن الخطيب بيقول لك انا عايز تطوير من التحكيم ما نلاقيش كابتن الحكم بيبقى وزنه زياده شويه. لما نلاقي القرارات فيها اخطاء قاتله احنا لسه في الاسبوع الرابع او الخامس ونلاقي ضربات جزاء كتيره قوي ما بتتحسبش ونلاقي احيانا في عنف شديد جدا ما بياخدش انذار وفاولات بسيطه جدا بيتاخد عليها انذار وطرد. يعني الحاجات دي كلها زي ما بقول الكابتن حشيش والكابتن مان ما بنشوفش عقاب للحكم. احنا العقاب يا سيدي احنا ما تعلنوش بس يبقى الحكم اللي اخطا مره واثنين وثلاثه انت بتجامله او بتكرمه يعني 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 لا طبعا يعني يختفي شويه نحس ان هو بعد شويه مش عايزين نعرف علشان العقاب ايه وبعدين انما مش ثاني اسبوع يبقى مثلا مباراه في حته كابتن يعني. وبعدين انا باخده زي اللعيب عندي ناقصه حتت معينه في الفتنس في الجوانب الفنيه اخده واديه بقى للمتخصصين في البدني ولا ويشتغل الكلام ده كله لازم يبقى فيه تطوير. يبقى كابتن جمال لما اجيب انا مندوب من الفيفا يجي يطور لي يساعدني في التطوير دي هل دي فيها انتقاص من قدري؟ اولا دي بترفع من مستوانا والحاجه الثانيه الاخطاء اللي هي ممكن تسبب لغط وتسبب احتقان بين الناس الامور دي بتهدى. اعتقد ان لو الفي ار تم تطبيقه او تقنيه الفي ار تم تطبيقها خلال الفتره القادمه هتسهل. احنا قربنا يا كابتن اسلام احنا خلاص داخلين في يناير وهو وعدونا ان في يناير في الدور الثاني فاذا انا لما كابتن الخطيب والنادي الاهلي ومجلس الاداره عايز الفار مش عايز الفار عشان النادي الاهلي عايز كل الانديه وعايز الكابتن جمال يعني ينجح. احنا كاهلاويه عايزين كابتن جمال يبقى طبعا نمره واحد. كل الكلام اللي حضراتكم بتقولوه هو كلام هو على فكره احنا يعني ممكن جدا ننتقد سياسات ماشيه بطريقه معينه او بشكل معين ولكن في النهايه يظل الشخص كابتن جمال الغندور واحد من اكثر الناس احتراما اللي احنا تعاملنا معاهم كلنا يعني طبعا كابتن جمال بيحكم لي وانا شاب صغير بالظبط. فهو يعني في النهايه الموضوع مش اكتر من ان احنا بنقول اقتراحات من الممكن جدا ان يتم تلبيتها. يا ريت يا كابتن يعني حضرتك تستضيفه يعني اذا في امكانيه يقول لك انا البرنامج بتاعي زي ما كابتن سمير قال كان عامل برنامج. كابتن جمال طبعا قيمه وقامه وراجل كاس عالم وحاجه جميله جدا وتاريخ مشرف ايه المانع وتحليل مباريات يطلع يقول للجمهور المصري انا في التحكيم هعمل 1 2 3 4 او حتى نجيبه مكالمه يعني لا اكيد اكيد لا ده عايز قعده كده عادل ده عايز قعده اكيد الفتره اللي هي دي عايز قعده عايز سهره معاه سهره معاه لا انا بقول لي برنامجك ايه انت بقى انت مسؤول عن التحكيم اهم حاجه في كره القدم. ارجو ان الكابتن جمال الغندور يكون بيتابعنا واتمنى ان هو يشرفنا في قناه النادي الاهلي في اي وقت الحقيقه لانه في النهايه الكل محب لان النادي الاهلي دايما خلي بال حضرتك بيعمل ايه. من الممكن جدا ان يكون هناك انتقاد لبعض السياسات ولكن في النهايه النادي الاهلي لما عندما تكون ازمه الحكام في اشدها بتلاقي النادي الاهلي واقف ورا حكام المصريين صحيح. يعني انت هتشوف الحلقه دي الكم المشاهدين هيبقى قد ايه طبعا لان الناس نفسها لان الناس عايزه حكم شخصيه قويه جسم طبعا. على الفرازه شخصيه صحيح. قراراتها صارمه مع كل لعبه قراراته فيها عدل طبعا بيبقى في حاجات بسيطه بس مش متكرره ويبقى الكابتن جمال حاطط لنا برنامج انا هقعد اربع سنين أيوة. في الاربع سنين انا اطلع حكم يروح كاس عالم او حكمين لا. يعني استراتيجيه يا كابتن زي التدريب بالظبط زي التدريب ان انا احط ثلاث اربع سنين واخد بالك للتخطيط أيوة. على اساس ارتقي بالمنتخبات الناشئين ارتقي بالناشئ نفسه مهم جدا نشوف الحكام بقى تاني في المحافل الدوليه الحكام المصريين كان نمره واحد, في السنين القديمه قوي كان نمره واحد الحكم المصري هو اللي في كاس عالم في بطوله امم افريقيا نمره واحد الحكام صح. الفتره الاخرانيه بعدت شويه عن المحافل الدوليه فدي برضه مهمه يعني. كابتن الاختبارات بتاعت المقاييس عندهم والكوبر اسلام أيوه. مع الاسف يعني كل ده اتمنى ان هو وقعت لنا حكام كتيره جدا من الحكام المصريين صح. فدي مهمه جدا برضه على اساس التمثيل الدولي الكوبر ده بالنسبه لهم بيبقى ليهم تجهيزات وليهم دراسات قبليها انا فوجئت ان بعض حتى الحكام الدوليين بتوعنا
كانوا بيسقطوا في الحقيقه بنثق في كابتن جمال الغندور وفي قدرته خلال الفتره القادمه على النواة، ولكن هي اقتراحات من الكباتن من المتمنى. احنا ممكن حضرتك تعمل لنا مداخلات كمان معاه يعني بحيث ان كل واحد فينا يبقى ليه وجهه نظر في حاجه معينه. عايزين وجوه جديده، الناس يعني متعطشه انها تشوف وجوه جديده على كفاءه. ومصر غنيه جدا في بحري وفي الصعيد، في كفاءات وحكام عاليين جدا. صحيح. عايزين نشوف وجوه جديده. الاجسام الجميله والشخصيه الجميله، وزي ما قال الكابتن الخطيب ما ينفعش حكم ما ادلوش حقه بيسافر بطياره بدل ما يسافر بالقطر وينزل في احسن فندق وياخد احسن مرتب، هيديني المردود المحترم ومش هيقبل يعني كوبايه ميه من اي نادي. احنا زي فرقه الكوره يا كابتن عادل، محتاجين الثلاث عناصر اللي موجودين او الثلاث تصنيفات اللي موجودين: الخبره، الحكام اللي عندهم خبره الدوليين، الحكام الوسط اللي هم عندهم داخلين على الدوري، على الدوري الدم الجديد اللي كابتن عادل بيطلبه. نشوف وجوه جديده، شباب من ضمن الشباب اللي يتقدموا لموضوع التحكيم وعندهم الرغبه وعندهم الحيوية وعندهم النشاط في الاختيار. زي فرقه الكوره يبقى هو كابتن جمال غندور او لجنه الحكام عندها اختيارات كثيره بالنسبه لحكامنا خلال هذه الفتره. معلش في اضافه برضه كابتن اسلام، يعني برضه بنطلب منه برضه على الهوا كده ان هو يعني يبعت حكام الانديه يوعوا الانديه، يوعوا الانديه على اللاعبين اللي في الانديه بالظبط، عشان القانون اتغير في الفتره الاخيره اكتر من مره ورا بعض. التغيير كان سريع وحاجات اختلفت شويه، فلازم اللعيبه تعرف الكلام ده، لان في لعيبه لغايه دلوقتي في الدوري الممتاز مش عارفه بعض، والمدربين كمان طبعا والاداريين بالظبط، يعني لازم في ناس بتحصل اعتراضات على حاجات وهي اتغيرت. فدي مهمه جدا جدا من خلال بقى يعني حكام المناطق. صح، عايزين دي نقطه اخيره وخطيره جدا يا كابتن. اتفضل. عشان ارغب لعيب الكوره انه يبقى حكم، لان في ناس عندها الموهبه دي، فيبقى انا احفزه جدا بدل ما تخش كاداري او كتدريب، زي ما قال الكابتن الخطيب التطوير، ان انا احفز اللعيبه اللي هي في الممتاز بي، حتى في الممتاز الف ان انا بحفزه ازاي. انت هتقعد بدل ما تقعد 7-8 سنين في الممتاز بي ولا بتاع، لا انت كراجل دولي او كراجل لعبت في الممتاز الف، انا بدل ما اقعدك 7-8 سنين لا اقعدك سنتين بس، بحيث انك انت تاخد المرحله وبعدين تخش في دولي، وبعدين المقابل المادي هيخليني برضو يعني بدل ما اخش في تدريب برضو بنفس الرقم يمكن اقل، انا لو حكمت لك 4-5 ماتشات في مرتب محترم يطلع لي مبلغ محترم، انا ايه اللي دخلني بقى في تدريب اذا كانت انا اصلا موهبتي التحكيم. فبقتصر المده ان انا فيها ابقى دولي، وان اشتغل في الدوري الممتاز انها تبقى سنتين في الممتاز به، واروح على طول بدل ما اصعده في اشغله في الناشئين بصعده على طول، لان الراجل لعب في الممتاز الف وعلى الاكيد مر في مراحل، وبحفزه كمان ماديا. وبعدين طبعا الى جانب ماديا بحفزه كمان ان انا انت في خلال 4-5 سنين هتبقى في القائمه الدوليه، هتلاقي لعيبه كتير قوي من النجوم بدل ما بيتجه هنا او هنا بيخش في التحكيم. وبالذلك وعشان كده هتبص تلاقي عندنا كم من الحكام هيبقوا على مستوى رائع جدا. الانسان المصري عنده الكياسه وعنده الموهبه اللي فعلا تخليه ينجح في اي مجال. كابتن عادل تعيم رئيس لجنه الحكام القادمه، ايه رايك؟ والله شرف كابتن. كلها اقتراحات جميله جدا، نتمنى ان هي تحصل. يعني كلنا بنقول اقتراحات وكل اللي نتمناه ايه، لان دايما زي ما قلت لحضرتك ودايما احب انهي النقطه دي تحديدا، ان حتى في ظل الازمات اللي بتلاحق النادي الاهلي من قبل التحكيم خلال الفتره الاخيره، ولكن يظل النادي الاهلي حريص على دعم الحكام، وحريص على دعم كل الحكام المصريين في كل الامور. وبالتالي هي بعض النصائح اذا جاز ان نقول من كباتننا الكبار لحضراتكم او للكابتن جمال، وانا عارف ان الكابتن جمال الغندور من الشخصيات المحترمه الحقيقه اللي دايما بياخد الاقتراحات وبيحاول تنفيذها على قد ما يقدر. ده اللي نتمناه خلال الفتره القادمه، ان احنا نشوف طاقم حكام كده حاجه حلوه تشرف، يعني هم كلهم يشرفوا كلهم فوق الدماغ، ولكن محتاجين ان هم ياخدوا مرتبات اكتر، محتاجين ان هم وزودوا السماعات شويه محتاجين ان هم يعملوا كام حاجه كده ان شاء الله نشوفها مع في ظل وجود الكابتن جمال الغندور كرئيسا للجنه الحكام.
قبل بس ما اتكلم عن المنتخب الوطني عايز اطلع فاصل وبعد كده اتكلم عن منتخبنا الوطني الاول، اتكلم عنه الاول شويه، المنتخب الوطني الاول هنتكلم عنه الاول شويه وبعد كده هنتكلم عن المنتخب الاولمبي في اخر الحلقه. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم عن منتخبنا الوطني الاول. جمهور النادي الاهلي طبعا بيثق في مجلس ادارته بشكل كبير جدا. مفيش اي حاجه بتتعمل في الدنيا من غير ما يكون لها اساس، لائحه ونظام مسابقه بتوزع على جميع الانديه، التزم بيه الانديه والتزم بيه في نفس الوقت الاتحاد. زي ما قال الكابتن خطيب ما ينفعش حكم ما ادلوش حقه بيسافر بطياره بدل ما يسافر بالقطر وينزل في احسن فندق وياخد احسن مرتب هيديني المردود المحترم ومش هيقبل يعني كوباية مية من أي نادي. جامد، عاملين شغل جامد اليومين دول. ماشي، نتمنى يا رب إن احنا خلال الفترة اللي جاية دايما نقدم ما يرضي كل جمهور النادي الأهلي. كابتن عادل، كابتن ماهر، كابتن حشيش، هنتكلم عن المنتخب الوطني الأول بعد كده نتكلم بقى عن منتخبنا الوطني الأولمبي. المنتخب الوطني الأول خلال الفترة السابقة يعني الناس دايما تقول لك ايه اصل المنتخب لعب مع منتخب الجزائر مثلا لعب ضد كولومبيا، طب واحنا بنلعب بتسوانا ليه؟ طبعا هناك برضو الكلام ده متكرر، هناك مدرستين. انا كحسام البدري واخد الفرقه قبل الماتش باسبوع تقريبا، حضر معايا تمرينتين او ثلاث تمرينات. هل الماتش ده كان متسكن قبل ما يجي كابتن حسام ولا لا؟ اكيد في الاتحاد يعرفوا اكتر مننا. لو الماتش ده متسكن قبل هو ما يجي فطبعا يبقى المشكله مش عنده. يعني الحاجه الثانيه برضو انا داخل على مرحله حسام البدري عارف اللعيبه بتاعته كويس قوي وممرنهم وفي ناس عارفهم كويس قوي سواء منتخب اولمبي او غير منتخب اولمبي، فعارف الدوري وعارف اللعيبه كويس قوي. الماتش ده ما اعتقدش ان هو علشان يكسبه او يخسره، هو مجرد انه بيعمل ماتش ودي الولاد بيعيشوا في جو المعسكر الفندق النوم الاكل الحاجات اللي حضرتك عارفها دي، فده الغرض من المباراه مش الغرض منها مكسب او خساره. الحاجه الثانيه برضو انا قلت قبل كده كان يوم 19 كان في اهلي وزمالك، وبرضو بعيد وبكرر دايما المدير الفني دايما بيحافظ على لعبته بحيث ان هو ما يحصلش نوع من تعرف الجماهير بتبقى حساسه جدا قبل المباراه ديت، فيقول لك بقى ده حسام حسن حسام من بدري الاهلاوي لعب فلان وما لعبش فلان عشان ماتش الاهلي والزمالك. فطبعا الحاجه ديت بيبقى حساس جدا فيها حتى في اشتراك اللعيبه في المباراه دي في المباراه بتاعت بوتسوانا. في ماتش تاني انت ممكن تعمله ماتش قوي وطبعا مردوده، انا مش عايز مكسب او خساره في الوقت ده، لكن انا في اعتقادي ان عدت بخير الحمد لله. وطبعا زي ما قال الكابتن بركات هناك سلبيات هناك ايجابيات من خلال المعسكر هم حطوا ايديهم عليها، لكن الحقيقه الاختيارات اللي موجوده احنا كلنا كنا هنا في القناه بننادي بيها باستمرار من احمد فتحي لرمضان لكل العناصر اللي ما كانتش متاخده لعبد الله جمعه لكل العناصر حسين الشحات حمدي فتحي كل العناصر كنا بننادي بيها وبنصر عليها ايام اجيري كنا بننادي بيها كابتن حسام واخدها، وبالتالي احنا متوقعين باذن الله تعالى التوفيق والوصول للنهائيات امم افريقيا ان شاء الله. كابتن ماهر، احمد فتحي ولا محمد صلاح يبقى كابتن منتخب مصر؟ لا انا شايف ان احمد فتحي ان هو اقدم. انت عشان اهلاوي بتقول كده يعني؟ لا انا شايف في مبدا أقدم معين اقدم كمان من محمد صلاح في وجوده في المنتخب. احمد فتحي ما شاء الله يمكن اكتر من 12 13 سنه منتخب مصر، اذا كان منتخب الشباب او الاولمبي او الاول. عايز اقول لك ان منتخب مصر للمرحله الحاليه مع حسام البدري، يعني حسام من المدربين طبعا الاكفاء اللي اجتازوا خبرات كثيره جدا مع مستر مانو جوزيه في البدايه، ثم توليته هو بقى المهمه كمدير فني، وبعدين خروجه بقى بره مصر يمكن في الدوري السوداني مع المريخ السوداني ويمكن في ليبيا مع الاتحاد الليبي وبعد كده المنتخب الاولمبي،
برضك المنتخبات اسلام خد بالك لازم يكون اشتغلت في المنتخبات، يمكن ده ليش ده اللي كان بيشفع لحساب انه اشتغل مع المنتخب اللي هم بسنتين. اي نعم حصل اخفاق في خلال تولته لهذه المهمه، لكن برضك اديته بعض الخبرات او اديته بعض يعني احمد فتحي هو من وجهه نظرك الاقدميه هي اللي المفروض ان هي تمشي. اه بغض النظر عن الاسم مين معاه، لكن انا شايف انا شايف كده يعني احمد فتحي اقدم لاعب في المنتخب، اذا من حقه ان هو يكون انا شايف كده. وكمان حتى شخصيه احمد فتحي ما بنقلش من شخصيه محمد صلاح، بالعكس يعني بلاش محمد صلاح نقول، بس هم برضه نفس الكلام. انا مش فاهم محمد صلاح طبعا مين يقدر يقلل من محمد صلاح؟ محدش يقدر يقلل من محمد صلاح، ولكن بلاش محمد صلاح اكس يعني احمد فتحي ولا اكس من اللاعبين. لا يعني انا شايف الحقيقه لاحمد فتحي خلال الفتره اللي فاتت ديت، واحمد من الشخصيات اللي المحترمه. اولا علاقته باللاعبين الاقدميه من امتى يا كابتن؟ معلش يعني طول عمرنا في المنتخبات في مصر بيبقى فيها اقدميه ولا قبل كده كان في حاجه تانية؟ يعني مش عارف، انا محتاج اعرف. مع المدرب الوطني بتبقى الحته دي عكس الخواجه، ممكن الخواجه يقول لك لا انا مش حامس. حصلت يعني قبل كده يا كابتن مع حضرتك؟ مع كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب في جيلنا احنا، لما جه مستر الدكوتي شايف ان كابتن محمود الخطيب كان الكابتن حسن حمدي هو رئيس النادي، قصدي كان هو كابتن الفرقه. كابتن الفرقه فمستر الدكوتي شايف ان خطيب هداف الدوري ماشي بخطوات جيده جدا، كابتن حسن حمدي كان يمكن اخر ايامه بيبدا يبطل. فمستر الدكوتي اعلن لنا كلنا كلاعيبه يعني ان كابتن محمود الخطيب هو كابتن الفريق في خلال الفتره. ده جوه النادي الاهلي. جوه النادي. لكن قبل كده ما حصلتش مع المنتخب مثلا؟ لا برضه كانت بالاكاديميه. لا يمكن يعني تحصل مع المنتخب. لا يمكن تحصل مع المنتخب. والمدرب الوطني يا كابتن ماهر مبدا مرفوض تماما. لكن ممكن مع الاجنبي، ممكن بعض استثناءات بعض الاجانب ممكن يقول لك انا عايز مثلا ادي ثقه لمحمد صلاح خلال الفتره اللي جايه، ممكن يبقى محمد صلاح تديله ثقه. اقول رايي في الموضوع ده عشان الراي ده صريح وواضح طبعا. يعني اولا المفهوم بره، مش عايزين نقارن نفسنا ببره. بره دي ستايلات تانية وتفكير تاني ودماغات تانية. احنا في مصر حتى بيبقوا زمايل واصحاب، الاقدميه اللي نزل الملعب في الفرقه دي قبل التاني بالظبط رسمي هو اللي يبقى كابتن. حتى لو انا وانت اصحاب يا اسلام بتسيب فيا نوع ليه؟ اشمعنى ليه طيب؟ يعني ليه انت تبقى الكابتن عليا؟ انت فاهم ازاي؟ فمع احترامي الكامل لاكس ده مش هنقول فلان الفلاني، انما طب ليه؟ يعني انا احمد فتحي اقدم واحد في المنتخب بقاله سنين. ده كان هيبقى كلامك لو كان لاعب من نادي الزمالك مثلا هو الاقدم؟ طبعا على كل اللعيبه. انا بتكلم على مبدا يعني. على مبدا. فبص انا بقول لك النادي، فبالك في المنتخب اللي يمكن في النادي كلنا فرقه واحده واصحاب وانتماء واحد لفانيلا واحده، انما منتخب انتماءات برضو جواهم انتماءات لحاجات كتير. فلا الاقدم هو اصلا عشان ما بص دايما نحط مبدا وامشي عليه. طب عشان ما اجيش انا هقول لك ماشي، ما انا هحط مبدا وامشي عليه، ما انا ممكن احط مبدا ان انا من بعد كده المدير الفني هو اللي يجي يقرر مين كابتن الفرقه. طب ما انا هقول لك بقى حاجه. يعني انا يجي اسلام يمسك المدير الفني يخليني انا كابتن الفرقه، اسلام يخسر ماتش ويسيب المنتخب ويجي واحد تاني عين الكابتن عادل، ما ينفعش. دي مرحله واحده. ما ينفعش باي حال من الاحوال. هو الكابتن الاقدمي عشان حتى ما يبقاش فيها مجال للنقاش. ما يجيش واحد يقول لك كابتن ما بص ده ليه هو طبعا الكابتن. ما ينفعش. واحنا نفس بشريه يعني لازم الاقدم هو اللي يكون عارف. جت المقوله دي جت فتره من الفترات يقول لك ايه قولا واحدا، عارف جت فتره من الفترات كده يقول لك قولا واحد. هو قولا واحد ان لازم يبقى الكابتن الفرقه بالاقدميه، بتتفادى حاجات كتير جدا جدا. ده انا في ثلاث مدارس يا كابتن. سيبك من مصر بقى، في الاقدميه زي كابتن احمد فتحي، في الشخصيه، في المدير الفني زي ما قال كابتن ماهر بيجي يقول لك ده شخصيه قياديه، بنلاقي الولاد الصغيرين ماشيين في الشارع في واحد هو اللي بيقودها. دي بتبقى موهبه ربنا مديها له ان هو شخصيه قياديه. في حاجه ثالثه زي المانيا، لكن باور كان بيلعب ليبرو زي كابتن حشيش والكابتن ده، بيخلي كابتن الفرقه اخر واحد بحيث انه يبقى كاشف الدنيا كلها، كاشف الدنيا كلها وهو اللي بيدير. ممكن يبقى حارس المرمى هو كابتن الفرقه، ودي كانت موجوده على مستوى العالم في كاس العالم اكتر من مره، ان دايما المدير الفني بيختار يا اما حارس المرمى يا اما الليبرو
بحيث ان هو يبقى التعليمات واخدها ويبقى كاشف الملعب كله، الباكي يجي له هنا، انت روح هنا. فهم ثلاث مدارس، احنا اتربينا هنا على الأدمية. بره فيه نظام تاني الشخصية. بس انا هنا سؤالك بقى كابتن اسلام، انه الشخصية مع الأدمية منطبقة تماما على احمد فتحي، لان احمد فتحي لو هنسويه باي حد حتى بما فيهم كابتن محمد صلاح، محمد صلاح لاعب فز ولاعب قوي جدا وحاجة جميلة جدا، لكن محمد محتاج احمد فتحي كسيطره في الملعب على بقيه زمايله. محمد مش ممكن هيجي يوجه، انما فتحي ممكن يوجه سواء داخل الملعب او خارج الملعب، وبعمليه الاكل والنوم والصلاه والانضباط وكل حاجه بره وطلبات اللعيبه دي متربي عليها احمد فتحي حتى من 2006. تمام، خلينا نطلع حتى بس زياده صغيره بس كده ولا بعد ما نرجع عن ايه؟ المنتخب الاول، لا على حته الكابتنه دي بس. أنا الفترة اللي لعبت فيها كان الكابتن مصطفى عبده هو كابتن الفرقة. كابتن الخطيب كان من الناس الكبيرة في الفرقة. مش معنى إن الكابتن مصطفى حاطط الشارة، كابتن الخطيب ما كانش بيتكلم، لا ده كان بيتكلم أكتر من كابتن مصطفى معانا. يعني هو اللي بيقول كذا وبيجتمع بينا في بعض يعني طبعاً يعني بقى. القصة مش مسألة شارة بس، القصة مسألة أسلوب وكلام وانضباط ويعني وقدوة في فصل المجموعة يعني. كمان الحشيش خد بالك كابتن عادل لو تفتكر، وأنا قلت الكلام ده يمكن في الحلقة اللي فاتت، ان حتى كمان كابتن الفرقه بقى ليه في التكتيك وبقى ليه طبعا في اسلوب اللعب تمام مظبوط، كلام مظبوط جدا ويعني كلام محترم، وكل واحد له وجهه نظره، ما عندناش اي مشكله. بس انا ما عرفتش وجهه نظرك برضو يا كابتن عادل، انت بتفضل اي واحده من الثلاثه في مصر هنا؟ الادميه. الادميه وجهه نظرك ولا بس هي مطبقه احمد على احمد ان هو برضو بغض النظر ما هو احمد هيبطل هيجي حد مكانه، فيعني أقدمية برضه. انا 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 من وجهه نظري لا 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 انا من وجهه نظري انا الفريق ما ينفعش يبقى فيه حته الضغينه في ما ينفعش لا انا ما ينفعش انا ال 20 لعيب تعمل مشاكل لازم طبعا. لا 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 انا مش مع المنطق ده، لا انا انا اسره واحده فريق واحد. يا كابتن يعني ايه يعني يعني لا مش ادميه بقى اي يعني انا لو الاقي الادميه وبيلعب لي ليبرو وشخصية قوية هتبقى 100 100 عادل مفيش ليبرو يعني اختيار أقدمية ولا اختيار أقدمية ولا اختيار اختيار مدرب أو وجهة نظر مدرب وجهة نظر مدرب طبعا. وجهة نظر مدرب طب ما أنا بقول حاجة دي اختلافات وجهة نظر وجهة نظر مدرب لأن هو عايز مصلحة الفرقة يبقى عايز مصلحة الفرقة وعايز المخ والشخصية يعني أنت مع كابتن حسام مثلا في الموضوع ده أن هو في اختياراته هو اعلن هو كابتن حسام اعلن لا لا بس يعني باينه انا مع ان المدير الفني ياخد الشخصيه لان هو هيبقى دراعه اليمين في عمليات تنفيذ الواجبات والسيطره داخل الملعب. ممكن تعمل مشكله يا كابتن طبعا لو الكابتن حسام ما اختارش بالادميه هو لم يصرح ممكن صراحه تعمل مشكلة. ان هو عايز فلان او اعلان او يعني كابتن ممكن فرقة كوره كده ممكن والله يا كابتن ما تبقى فرقة كوره يبقى كل واحد بيدور مشكلة على الاشخاص يا كابتن كل واحد بيدور على مصلحته الشخصيه تعمل مشكله في وبعدين الاشخاص بعدين زي ما قال كابتن الحشيش انا الشاره دي ده مش عمليه تشريف دي عمليه واجبات المدير الفني بمصلحته انا بطيع مدير الفني في كل حاجه في النوم وفي الاكل وفي التكتيك وفي كل حاجه اجي يقول لي انا عايز فلان كابتن اسلام يبقى مدير يبقى كابتن الفرقه اقول له لا علشان انا او انا مثلا اطوعه علشان ويبقى قلبي شايل من زميلي في حاجه هايفه زي دي لا لا طبعا. مصلحه الفرقه انا شايفها تبقى رأي واحد زي واحد بقاله 10 سنين بيلعب في المنتخب وواخد معاه كل البطولات اجي اجيب حد اقل يعني ما لعبش اكتر من يعني ما لعبش نص اللي لعبه هتسبب يا اسلام يا اسلام السن حتى معرفش. السن السن يعني فرق ماشي فرق السن عموما هي وجهات يعني نظر احنا انا بقول لك بس تدعيم لوجهه النظر دي السن انا بقى لي 10 سنين او 15 سنه بلعب منتخب ويجي واحد نجم انا شاهد على كل البطولات سنتين ثلاثة أربعة خمسة بالنسبه لي هو اللي يبقى لا يعني انا شايفها احنا بشر ما ينفعش حتى لو فرقه واحده ويعني وبالذات في المنتخب يعني هو في النهايه يجب وضع مبدا يتم سواء بقى اختيارات مدرب زي ما كابتن او سواء عارف عشان ايه كمان طب ما انا طالما في اختيارات انت نجم وبتلعب في ليفربول وانا بلعب في مانشستر اشمعنى خد بتاع ليفربول ما خدنيش طب ما انا نجم زي ولا اقل عن انما لو ادميه ما حدش هيفتح بقه بس تمام ده حضراتكم سمعتوا جميع وجهات النظر وكل واحد بيتكلم وجهه نظره بشكل محترم وعلى حضراتكم بقى ان انتوا تختاروا
اي وجهه نظر نروح لها. خلينا نروح بقى للمنتخب الاولمبي او تقرير عن المنتخب الاولمبي سريعا جدا، ان خلاص قدامنا 10 دقائق او يمكن اقل، فنروح لمنتخبنا الاولمبي ونرجع تقرير عن المنتخب الاولمبي، نرجع نتكلم سريعا عن المنتخب الاولمبي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ايه راي حضرتك يا كابتن اولا في المجموعه سريعا جدا وفي اختيارات الاسماء للكابتن شوقي غريب؟ اسماء متوقعه اعتقد. احنا المجموعه الاقوى، عندنا كم من اللاعبين الحقيقه على اعلى مستوى، والفرصه ان شاء الله تكون مبشره بالخير لكل العناصر، من البدايه من حراس المرمى لحد رؤوس الحربة، كلها عناصر مبشره بالخير، الى جانب ان المنتخب ادى كم من المباريات الدوليه الوديه تسمح له ان هناك اعداد على اعلى مستوى باذن الله تعالى استعدادا لهذه البطوله. اعتقد انه برضه احتمال يبقى فيه المعسكر اللي بيتعمل هيبقى بدري شويه بعد الدوري ما تاجل، وبالتالي بندي فرصه للعيبه وللجهاز الفني انه ان شاء الله يعوضوا الاخفاق اللي حصل في أمم أفريقيا. يبقى المنتخب الأولمبي إن شاء الله يعوض هذا الكلام بمساندة الجماهير، وزي ما قال كابتن خطيب في التصريح بتاعه، إحنا بنقول التصريح مش البيان، يعني التصريح بقى بنصلح، إنه التصريح إنه المناشدة اللي كابتن خطيب قال عليها إن الجماهير بتساند المنتخب الأولمبي، لأن المنتخب الأولمبي رايح الأولمبياد طوكيو، ودي حاجة تعرفين البطولات الأولمبية دي بتبقى العالم كله بيتابعها وبتبقى مهمة جدا في تاريخ الدول، وبالتالي إن شاء الله بإذن الله تعالى المجموعة مع الجهاز الفني مع الماتشات الودية اللي اتعملت الكم الكبير ده المردود بتاعها إن شاء الله نشوفه في الملعب إن شاء الله. كابتن ماهر، أسماء مهمة جدا يعني في حراسة المرمى، في حراسة المرمى والدفاع، الأسماء ليست يعني ما بتلعبش معظمها في أندية كبيرة، يعني أندية أقصد أندية من المربع الذهبي على الأقل في الدوري، ولكن مثلا في خط الوسط وخط الهجوم كلها أسماء بتلعب في الأندية المعروفة في الدوري حتى وجماهيريا وكذا وكذا وكذا، هل ده هيفرق من وجهة نظرك؟ والله يا كابتن إسلام أنا كنت عايز العكس، كنت أتمنى طبعا الخطين اللي هو نص الملعب المهاجمين يبقى بقوة خط الظهر وحص المرمى، لأن البطولة قوية جدا المنتخبات اللي هنلعبها يعني أنا كنت أتمنى إن الخط الخلفي هم طبعا اسماء كلها مبشره بالخير وبيلعبوا في الدوري الممتاز ولاعيبه يعني على اعلى مستوى، بس كنت اتمنى ان هم يبقوا بقوه نص ملعبنا وهجومنا، يعني ده الخط اللي احنا اعتقد هيعتمد عليه بشكل كبير الكابتن شوقي سواء وسط الملعب او هجوم، يعني ولكن كلها اسماء قويه ممتاز، يعني امبي ووادي دجله ووادي دجله وسموحه واسماعيلي كلها اسماء كبيره برضو، اسماء بصراحه يعني لعيبه على اعلى مستوى ولعيبه محترمه جدا، لكن زي ما بقول لك ان الخط الخلفي اللي هيبقى عليه عبء كبير بشكل كبير جدا، لانه مجموعه صعبه، مجموعه صعبه جدا، بنلعب منتخبات على اعلى مستوى، لكن ده دور بقى كابتن شوقي غريب وجهازه، زي ما قلنا ان شوقي عنده خبرات بشكل كبير جدا، وان شوقي كان اخذ ميداليه قبل كده في يعني متمرس مركز الثالث في مع المنتخب الاولمبي كاس العالم، منتخب الشباب، منتخب الشباب، فشوقي عنده من الخبرات اللي تقدر ان شاء الله يقدر يدير المنتخب بشكل احترافي. اي نعم بنقابل فرق من العيار الثقيل، فرق كلها مصنفه على اعلى مستوى، لكن طبعا زي ما قلنا في بدايه كلامنا ان كان تصريحات الكابتن محمود الخطيب مسانده الجماهير للمنتخب الاولمبي بشكل جيد، نتمنى كده باذن الله ان جمهورنا يبقى من اول مباراه بقى بيزحف لمدرجات استاد القاهره عشان يساند لعيبه المنتخب الاولمبي، لان هم فعلا محتاجين جمهورهم يساندهم بشكل جيد، لان جمهور برضه كابتن اسلام هيفرق معانا بشكل جيد في بدايه الستارت الاولاني مع مالي طبعًا. ان انا بعتبر ان مالي الثلاث نقاط من اهم الثلاث نقاط في المجموعه اللي يقدروا يوصلونا ان شاء الله للمركز الاول او المركز الثاني. كابتن حشيش، يعني وسط الملعب اسماء اكرم توفيق غنام كمان لعيب كويس قوي، عمار ناصر، احمد حمدي، رمضان صبحي، طاهر، امام عاشور، مجموعه جيده جدا في الناحيه الدفاعيه الهجوميه والوسط الملعب. بص، هو انا شايف كل الاسماء، انا مش شايف
يعني خط ازيد من خط، لعبه كلها على مستوى عالي، بيلعبوا كلهم دوري ممتاز ايا كان بقى، مثلا اهلي زمالك مقاولين انبي، كلها لعيبه واعده في السن ده، كله بيتساوى على فكره السن الصغير ده، لسه ما وصلناش للاعمار مثلا الكبيره اللي بتقول بقى مثلا سوبر ستار او ستار او كده، كلهم على مستوى عالي، كلهم لسه عايزين يعملوا بطوله لبلدهم وليهم. المجموعه بتاعتنا الحقيقه مجموعه صعبه جدا، والبدايه يعني قويه جدا مع اكبر او اهم فرقه في المجموعتين وهي مالي. مالي طبعا فرقه على مستوى عالي جدا، ضربه البدايه هيبقى لها عامل كبير جدا جدا، مش هيتحقق النتيجه الايجابيه انا شايف الا بالجمهور الكبير. وانا الحقيقه لغايه دلوقتي مش شايف اي كلام على الجماهير وبينك، التأكيد ده في مصلحة المنتخب مليون في المية عشان استعداد من بدري والتركيز، عشان بقى نبتدي نحط الأضواء على المنتخب الأولمبي كمان والفترة القادمة وفلان وكذا وكذا، ونحشد الجمهور إن شاء الله إن هو يكون في مباراة. هي المهم دي يا إسلام، أنا مش شايف لغاية النهاردة، أنت بتتكلم النهاردة 24، يعني أنت بتتكلم على أسبوعين على المباراة، مش شايف كلام عن الجمهور، مش شايف زي ما كنا بنتكلم قبل كمان الدورة الأولمبية اللي فاتت اللي كانت هنا من شهرين ثلاثة، ما كان في كلام على دخول الجماهير والناس وفي تسهيل لحضور الجماهير، وهو البطولة دي لا تقل عن البطولة بتاعت الأمم الأفريقية طبعا، انت رايح أولمبياد وبالنسبة للولاد الصغيرين دول لازم حافز كبير جدا هو الجمهور، ما يحسوش ان كان في ارقام كبيره من الجماهير في مع المنتخب الكبير وانا معايا ما فيش جماهير يا كابتن عادل، لازم يحس بالحته دي ولازم يحس بدفى الجماهير في مقابله الفرق الكبيره دي، لان كل واحد فيهم مطالب ان هو يبذل مش جهد بس، ده جهد مضاعف قدام الفرق دي، لان المستويات عاليه، مستويات كبيره، وما عندكش لعيبه محترفه في السن ده. ايوه، انما الفرق الثانيه مالي ولا غانا، كل الفرق الثانيه دي عندها لعيبه محترفه بره، انت عندك السن ده ما عندكش حد بره، ما عندكش حد، كلها لعيبه محليه، فطبعا نعوض الحته دي بالمسانده الجماهيريه ان شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي، احنا خدنا دقيقه كده دقيقه من حضراتكم، ولكن الفتره اللي جايه كل كلامنا هيبقى عن المنتخب الاولمبي، وان شاء الله هتبقى مسانده كبيره جدا وحشد جماهيري كبير جدا جدا في كل مباريات منتخبنا الاولمبي خلال الفتره القادمه اللي هتبدا ان شاء الله يوم 8/11، لسه اسبوعين هنبتدي ان شاء الله خلال الاسبوعين اللي جايين. بشكر، شكرا جزيلا يا كابتن عادل، شكرا جزيلا يا كابتن ماهر، شكرا جزيلا يا كابتن حشيش، انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. ما تنسوش ان شاء الله عندنا حلقه مهمه جدا جدا يوم السبت القادم، حلقه في برنامج سهره مع، سهره مع هيكون مع واحد من اهم نجوم النادي الاهلي، واحد من اهم نجوم الاعلام في العشرين سنه الاخيره، نجم الكبير الكابتن احمد شوبير هيكون ضيف ان شاء الله في برنامج سهره مع يوم السبت في تمام الساعه 11. جهزوا نفسكم بقى على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام، ابعتوا لنا كل ما يخص الكابتن احمد شوبير، كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها للكابتن احمد شوبير خلال الفتره او خلال ان شاء الله يوم السبت من الساعه 11 للساعه 1. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله بقى نلتقي يوم السبت وحلقة جديدة، يوم السبت هتبقى سهرة معه، ولكن يوم الأحد إن شاء الله نلتقي وحلقة جديدة من ملعب الأهلي.